مشاهدينا متابعينا الاعزاء، حفلنا الكريم يتجدد بكم اللقاء والملتقى في شوط جديد منافسات الشوط التاسع بتعداد اشواط هذه الفتره الصباحيه مع هذه الاجواء الرياضيه الجميله المقيمه على ارضيه ميدان الشحانيه بمنافسه الشعارات وحضور هذه الشعارات في ملتقى اخوي خليجي على ارضيه ميدان التحدي لتبدا التحديات مع سن اللقايه مع هذه الاسماء الحاضره والمتواجده. هذا الشوط يضم ما يقارب 37 بكره مشاركه باحثه عن كلمه الناموس، متمنين التوفيق لجميع الاخوان المشاركين. نبدا النداء مع اول المراكز لنتابع ذيب على المركز الاول، حمد بن محمد بن علي النابض المري على اول المراكز. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل مشاهدينا الكرام جباره، محمد بن زيد بن سعد ال زيد المري. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من هنادي سعد بن مبارك المسفر ال حسن الدوسري. المركز الرابع شعار الزميل محمد بن بريك المري يحضر معنا في منافسه وفي مشاركه جميله مميزه مع رابع التحديات وانطلاقه مصيحه بريك بن محمد بن بريك المري، متمني لك التوفيق. ايضا شعار الزميل المشارك والمتواجد بهذه الانطلاقه. الزملاء في عربة النقل يوازرونك بهذه المشاركة والانطلاقة. المركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام من قبل انطلاقة مراسيل نايع بن راشد بن نايع الاقفلي على خامس المراكز. هذا هو النداء للاسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة. أعود بحضراتكم إلى أول المراكز، أعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط لنستجد النداء بانطلاقة جبارة، جبارة مرافقة للإثارة مع انطلاقتها وقيادتها للأسماء، تحمل شعر محمد بن فهيد بن سعد الفهيد المري. المركز الثاني، من وين جاءت هذه البكرة؟ ما ذعناها في ندائنا الأول. ثاني المراكز عرقة، محمد بن حمد بن محمد بن طفلة المري بانطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل العنود عبد الرحمن بن ناصر حباب الهاجري رابع المراكز. المركز الرابع هنادي سعد بن مبارك بن مصر الحسن الدوسري خامس المراكز. التقدم من قبل ذيبة حمد بن محمد بن علي النابض المري على المركز الخامس. تواجد شعار وكذلك بدأت تسلل من الأسماء والشعارات اللي حضرت وتواجد ضبي عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري. وهنالك الأسماء الغادمة، يا سلام بن رويشد بن رويشد أبناء ينبع قادمي للمشاركة في هذا الشوط ويبحثون عن نقطة رابعة في هذه الفترة الصباحية. بالتوفيق يا أبو نادر، بالتوفيق يا أبو نادر في هذه المشاركة وفي أيضا تمثيل أبناء المملكة في هذا السباق المحلي السادس وفي أيضا المشاركات الخليجية والقادمة بإذن الله تعالى في هذا الموسم في المواسم الجاية. إذا هذه الأسماء، هذه الشعارات الحاضرة والمتنافسة. أعود إلى بن حباب، بن حباب على المركز الأول، بن حباب على المقدمة وعلى الصدارة. يبغي له نقطة في هذا الصباح مع انطلاقة شعاره، مع تقدم الشعار مع أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط. التواجد من قبل مشاهدي الكرام العنود، عنود الصيد على المركز الاول وعلى الصداره، عبد الرحمن بن ناصر حباب الهاجري. لكن المركز الثاني اللي غيرت مجريات الشوط، انطلقت مشاهدي الكرام نوف، نوف والخوف من نوف اللي اسمها من ثلاث حروف، يا سلام نوف تعود ملكيتها لعبد الاله بن دخيل الله بالسلامه الجاني على المركز الاول. المركز الثاني أرى التقدم من جبارة محمد بن فهيد بن سعد الفهيد المري. المركز الثالث التواجد من قبل العنود عبد الرحمن بن ناصر حباب الهاجري. المركز الرابع وصلت بهذه اللحظات، تقدمت قند حمد
محمد بن صالح بن فهيدة الفهيدة المري المركز الخامس تواجدت في هذه اللحظات ارتياد سعيد بن حمد بن هادي آل الشراب المري هذه أعرفها جيدا ارتياد اللي متواجدة على المركز الخامس بانطلاقتها أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة ماذا أنت فاعل يا بن رويشد بن رويشد بن رويشد بن رويشد يثبت وجود هذا الشعار في هذا الصباح ويبحث عن نقطة رابعة جميلة ليتابع هذا الشعار مسيرته الحافلة بالإنجازات مع انطلاقة نوف نوف على المركز الأول نوف على الصدارة نوف على المقدمة وفي رصيدها سيارة في العام الماضي في أيضا هذا الميدان في ميدان الشحانية هذه هي نوف تكرر الإنجاز بانطلاقتها المميزة على المركز الأول لكن يا سلام الأسماء 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 القوية الحاضرة المنافسة الثلاثية من قبل نوف ومن قبل غند وكذلك ارتياد ارتياد غند نوف ارتياد غند نوف ثلاثة الأسماء الحاضرة المتواجدة هذه الثلاث اللي زان بلقى يوم وصل كيل الامتحان ولعت من بينهم نار اللظى لكن نوف نوف وقلت لكم الخوف من نوف والنقطة الرابعة في طريقها إلى عزبة بن رويشد إلى أبناء ينبع إلى أبناء ميدان الزحفران إلى قرب المملكة العربية السعودية مع بن رويشد مع أبو نادر ومع انطلاقة هذا الشعار وتواجد نوف لعبد الله بن دخيل الله بالسلامة الفايد الجني ومشكور يا أبو بندر مشكور يا أبو بندر من تابع انطلاقة نوف حتى خط النهاية الثاني والتبريكات نزف لعشاق شعار بن رويشد وعلى فوزه بالنقطة الرابعة في هذه الفترة الصباحية المركز الثاني وصلت ارتياد لسعيد بن حمد بن هادي الشراب المري المركز الثالث وصلت الثريا لحمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجر المركز الرابع 42 اللي هي ظنون لجابر بن علي بن حسين الحرب المري المركز الخامس 35 وصلت مشاهدينا الكرام غند لحمد بن صالح الفهيدة المري 7 دقائق 52 9 اجزاء من الثانية هذا هو توقيت نوف الثاني والتبريكات لعبد الله بن دخيل الله بالسلامة الفايد الجاني والثانية لسليمان بن رويش الجاني من تابع هذا الشعار المركز الثاني وصلت ارتياد 7 دقائق 54 5 اجزاء من الثانية الثاني والتبريكات نزف ولمالك ارتياد لسعيد بن حمد بن هذا الشباب المري المركز الثالث 7 دقائق هذا التوقيت ابو شارب 55 بدون أي جزء من الثانية الثاني والتبريكات نزف لمالك الثرية حمد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري على هذا الفوز المستحق وعلى فوز الثرية